Şurada film planı kapsında kaldım. Selamun aleyküm. السيد محمود العلامي رئيس قيادة النيجيريا.
السيد جواد بن عوش صاحب سيادة محسن الدوائي واحد قسم صوبة في سنة ممتازة تدريس مع الملك الإدارة التربية في جهة التزاورين صار عدة مناصب آخرها كانت المحاكمة الإدارية بعمالة مقاطعة إسماعيل محمد. السيد عمر حجاج صاحب قيادة الملكية مواليد سنة 66 للراشدية تدريس مع الملكية الإدارة الترابية سيد الخاص شرع عدة مناصب من الإدارة الترابية أحدها قائد قيادة السيد إسماعيل إقليم جديد. السيد شعيب الزيدي قائد قيادة محرر مواليد جوج دجاميرة 1992 للدار البيضاء تدريس مع الملكية الإدارة الترابية فوش خمسة مصر. السيد نعمان كانوني قائد قيادة ميسي فبراير 15 فبراير 1992 للرباط تدريس مع الملكية الإدارة الترابية فوش من مواليد 29 فبراير 77 لميدان تدريسات مع الملكية الإدارة الترابية فوش 43 شغلت عدة مناصب آخرها قائدة قائدة رئيسة الملحقة الإدارية بإقليم برشا. السيد رشيد بن يكف قائد رئيس الملحقة الإدارية طابولة من مواليد فاتح حرير 79 لبنان تدريس مع الملكية الإدارة الترابية شغلت عدة مناصب آخرها قائد قيادة أمنية بإقليم سبعة. في حين تم تعيين السيد عماد الدين مطهر القائد السابق للمحاكمة قائد رئيس المحاكمة الإدارية الحمدان. السيد أسامة أبو عبيد قائد رئيس المحاكمة الإدارية الجميلة مواليد 29 فبراير 94 لميلاد تدريس مع الملكية الإدارة الترابية في مشتى مصر. السيد عزيز لغمان قائد رئيس المحاكمة الإدارية إدارية المدينة العتيقة من مواليد 24 يونيو 1990 بهزيلة تدريس مع الملكية الإدارة الترابية في 1950. السيد حميد المساوي قائد الملحق الإدارية بالملحقة الإدارية في مواليد 20 يناير 94 تدريس مع الملكية الإدارة الترابية. السيد مصطفى الطوري مدير ديوان العام الإدارة الترابية. Thank you.